هارتك، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بحلقه جديده معكم على مره بكوره. بعد ما خلصت الزوبعه تبع الجالكسي فون والمشاكل اللي طلعت فيه، وكل العالم قالت لك سامسونج فشلت، وعالم قالت لك هيك وعالم قالت لك هيك، اتوقع اليوم صار فينا نحكي يعني بعد ما اكتملت الصوره ونقول هل يا ترى فعلا سامسونج فشلت باول جهاز قابل للطي نزلته او لا. خلينا نعرف سوا بحلقه جديده. سامسونج وبالمؤتمر تبعها اطلقت اول جهاز قابل للطي وهو سامسونج جالكسي فولد. طبعا الجهاز عند اطلاقه يعني لاقى خلينا نقول شيء مؤيد وشيء معارض، وشيء شاف سعره عالي كتير، وشيء شاف انه اصلا ما حيكون فيه له الاستخدام الكبير الا لفئه كتير صغيره من العالم، وانا صراحه كنت من هذول الاشخاص. بعد فتره سامسونج طرحت اول دفعه من سامسونج فولد لليوتيوبرز التقنيين، للأشخاص التقنيين، كرمال يبلشوا يعملوا ريفيوز، كرمال يستخدموه بشكل يومي، وبلشوا طلعوا فيديوهات عن الجهاز هذا وكيف حيكون الأداء تبعه بشكل عام. وهون اجت المصيبة الكبرى، بلشت عن MKHP أحد يوتيوبرز المعروفين بأنه جهاز عنده الشاشة بلشت تضرب، شخص ثاني بلش يطلع فيها شيء أبيض، شخص ثالث بلش تطلع فيه بجواتها نقاط بيضاء، ليتم الاكتشاف أنه 2 units أو جهازين من الأجهزة اللي صار فيهم مشاكل تم نزع طبقة حماية موجودة على الشاشة الداخلية، واللي ما مفروض إنه يعني ما مفروض إنه تنقام هالطبقة هاي. باعتراف يوتيوبرز نفسه أو باعتراف التقنيين نفسه قالوا إنه ما كان مفروض نقيم هاي، بس ولكن المشكلة مو هون، المشكلة إنه سامسونج ما كانت تنبه على هالنقطة هاي. يعني لما حط بعثة الجهاز، عم نحكي نحن عن جهاز سعره 2000 دولار، يعني مو جهاز بسيط او جهاز صغير، لا عم نحكي احنا عن جهاز سعره 2000 دولار. فالمفروض يكون الانستراكشن واضحه جدا انه هاي الطبقه اللي موجوده هي ليس سكرين بروتكتر، هاي الطبقه اللي موجوده هي عباره عن طبقه مع الشاشه نفسها، ما المفروض تضل مع الشاشه. هلا المشكله او الفكره انه بعد ما طلعت المشاكل مع يوتيوبرز تقنيين، قالوا سامسونج طلعت تصريح انه هاي الطبقه هي طبقه حمايه للشاشه ولكن لا يجب ازالتها لانه اذا انقامت رح تعمل الشاشه مشاكل ورح يطلع فيها قصاص وحكاية. فهي كانت اول مشكله او اول مشكله عند سامسونج، اللي هي انه ما بينت انه هالطبقه هاي مفروض ما تنشال. بس ولكن بنفس الوقت نحن عم نحكي عن خلينا نقول تم توزيع 100 يونت، بالضبط الرقم صراحة والله ما بعرفه، ولكن تم توزيع 100 يونت مثلا، ففي منهم فيهم مشاكل 4 يونت لحد هذا تسجيل هالفيديو، لحد لحظة تسجيل هالفيديو 4 منهم اللي فيهم مشاكل، واحد مع MKHP واثنين مع فيرجن والرابع ماني متذكر بالضبط مع مين كان، كلياتهم عالم تقنيين، عالم يعني شغلتهم انه يعملوا ريفيوز عن الديفايسز، عن الموبايلز، عن هالقصص هي كلياتها. على سبيل المثال بيوتيوب او بقناة يوتيوب لأنبوك ثيرابي ما قال انه جهازه صار فيه مشاكل. هلا بالتأكيد في عنا مشكلة تانية هون، انه نحن يعني هذا الجهاز لا يجب التعامل معه كجهاز عادي امسكه وحطه بالجيب اللي ورا مثلا على سبيل المثال، ولا زدته مع مفاتيح وضلك ماشي. احنا عم نحكي عن جهاز من فئة ال 2000 دولار، يعني المفروض انه يكون اصلا في 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 خاص، يعني في تعامل معه بشكل مختلف. هي واحد. اثنين، عم نحكي على جهاز هو الاول من نوعه، ما حقول هو الوحيد لانه هواوي عم ننطر امتى بدها كمان تنزل اجهزه للتقنيين كمان يعملوا لهم ريفيو جهازها الميت اكس، يعني هو كمان جهاز قابل للطي. اوكي بيختلف بالطريقه، طيب الشاشه تبعه من برا، اما سامسونج الشاشه تبعها من جوا، ولكن حتى هذاك الجهاز ما بنعرف اذا حيكون في مشاكل او لا. فعم نحكي عن جهاز بتكنولوجي هي الاولى من نوعها ضمن العالم حاليا، فما فيني انا اتعامل معه مثل اي موبايل. ما فيني افترض انه هاي البروتكتور الموجوده هي بروتكتور شاشه الموبايل نفسها اللي انا ممكن اقيم على سبيل المثال، ولا فيني امسكه وزته مع شكله مفاتيحي، ولا امسكه وزته يوقع مني على الارض وما يكون عندي مشكله فيه. يعني هون بده يتعامل بقى بتعامل وكانه جهاز خلينا نقول لابتوب، يعني اللابتوب اذا وقع بصير في مشاكل على سبيل المثال. انا برايي المشكله كان في جزء منها وجزء مهم عند سامسونج. انت يا سامسونج انت عم تسوق، انت عم تبيعي او عم تبعتي سامبلز لجهاز سعره 2000 دولار، مو سعر رخيص، انت عم تبعتي سامبل لجهاز سعره 2000 دولار. اذا انت سامبل مالك قدران تحطي فيه الانستراكشن كامله، هاي مشكله كثير كبيره بالنسبه لسامسونج نفسها. سامسونج هلا وباعترافها اخرت الاطلاق بالهند لهالجهاز هذا، وبتقول انه اكتشفت انه في مشاكل جوا الجهاز ولا رح تصلحها،
وإن شاء الله رح يكون الإصدار اللي بعده أقوى منه. حلو كتير. بس ولكن كمان بالجنب الآخر اليوتيوبرز بحد ذاتهم اللي صارت معهم هالمشكلة المشاكل هاي والأشخاص التانيين اللي ركبوا الموجة. يعني أنا اللي شفته عبارة عن طلع في جهاز في مشكلة واللي طبعا معظم الأجهزة عم تطلع فيها مشاكل. يعني هو مو بس هالجهاز هذا اللي طلع فيه مشكلة, في كتير أجهزة عم تطلع فيها مشاكل. مثل ما مثلا سابقا نوت 7 طلعت فيه مشكلة انفجار البطارية ومع ذلك سامسونج حسنت تحل الموضوع, حسنت تتفادى, رجع سحبت كل اليونتس من السوق وعوضت الأشخاص ويعني اشتغلت بطريقة خلينا نقول شبه بروفيشنال, ما هم إنه هي بروفيشنال لأنه كان في عنده أخطاء, لكن اشتغلت بطريقة شبه بروفيشنال ورفعت الجاهزية تبعها وسحبت كل الأجهزة من السوق. يعني خلينا نقول إنه عملت جهدها إنه تتدارك الموضوع. فهون نحن عم نحكي بأجهزة ما نزلت للبيع بشكل كامل وإنما هي لساتها عم تنزل للتستينج, عم تنزل لأول دفعة اللي عملوا بري أوردر للجهاز, يعني كمية محدودة جدا يلي انباعت. فالفكرة الأساسية هون إنه في خلينا نقول موجة كتير ضخمة طلعت ضد سامسونج بهالخصوص هذا. هل هي موجهة من شركة معينة؟ ما بعرف. هل أنا عم دافع عن سامسونج حاليا؟ أكيد لا, ولكن أنا عم حط اللوم على الطرفين. بداية سامسونج كان في عندها أخطاء بالتصنيع, كان في عندها أخطاء بأنه تبين هالمنتج هاد التعليمات تبعه هذا مخصوص, انه انت عم تحكي عن شغله unusual, شغله غير اعتياديه, انه هي الستيكر ما بتنعرف, المفروض يكون في ستيكر فوق هذا الستيكر انه ما فيك تقيم هذا الستيكر, بس لان هذا الستيكر دغري تبين هذا الستيكر ما فيك تقيمه. هاي نقطه كثير مهمه كان لازم تتوضح. المفروض اول ما يشعل الجهاز مثلا او على الكرتونه من برا تنبيه تحذير, كانكم تعرفوا انه اذا قام هذا الستيكر فحيصير في مشاكل, تنبيه او تحذير. بنفس الوقت اليوتيوبرز تقنيين, انتوا جماعه تقنيين, انتوا جماعه مفروض ان يكون في عندكم درايه بهالامور هاي اكثر من هيك. مفروض في شيء ما عرفتوه شكيتوا فيه تسالوا عنه. اما الشيء اللي صار فجاه انه كله طلع ضد سامسونج, كله صار يقول لك لا سامسونج عملت المشكله هاي وسامسونج فشلت بالموضوع. انا من وجهه نظري كشخص عم بتابع تقنيات, كشخص عم بتابع كيف عم تمشي عجله التكنولوجيا, الشيء اللي صار طبيعي جدا, الشيء اللي صار متوقع جدا. دائما اول فيرجن من التكنولوجي, اول اصدار من اي تكنولوجي جديده, من اي شيء جديد عم ينطرح بيطلع فيها مشاكل كتير. والشركه اللي طلعت هالمشاكل يعني كان بتاكل ضرب كتير, ولكن بيكون في الها الحقيه بانه تمشي بهذا المجال. يعني على المسير اللي على سبيل المثال اليوم هواوي, انا متاكد انه من بعد تجربه سامسونج بعد المشاكل اللي صارت مع سامسونج رح تروح تعمل تعديل قبل ما, يعني تعديل على جهاز الهواوي ميت اكس قبل ما تجي تطرحه لاي يوتيوبر يعمل له ريفيو او لاي يوتيوبر يعمل له اي شيء او تطرحه بالسوق. فهي نقطه كثير مهمه انه سامسونج حاليا ضحت بحالها كرمال شركات ثانيه عم تشتغل بنفس المجال تتعلم. انا هي يعني بحطها نقطه بوينت لصالح سامسونج, وكمان مثل ما حكيت انا ما عم دافع عنهم ولكن لانه في عليهم خطا كبير, ولكن الموجه اللي طلعت بوجههم, الموجه اللي في كثير شركات ركبتها, ما حازك اذكر حدا معين, يعني ما فيني اقول هواوي ولا فيني اقول ابل ولا فيني اقول اي حدا, بس بالنهايه في 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 تضخيم كثير كبير صار على الموضوع هذا. طبعا هذا كان رايي الشخصي بهالموضوع هذا, حابب اسمع ارائكم. والاكثر من هيك حابب اعرف لو انك انت مدير سامسونج اليوم, لو انت السي او لسامسونج اليوم, شو الخطوات اللي ممكن تعملها لتتفادى المرحله القادمه انه تتعرض لخسائر بموضوع جالكسي فولد تحديدا. كثير بهمني اعرف رايكم بالموضوع, تقولي بصندوق التعليقات لو انت اليوم مدير سامسونج شو الشيء اللي ممكن تعمله كرمال تتفادى تبعات المشكلة اللي صارت بالجالكسي فولد مثل اللي حكينا عنها. كان معكم عمار أبو كورة وفيديو سريع حكينا فيه عن شو عم بيصير بالجالكسي فولد وليش كل هالضجة الإعلامية اللي صارت. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشير للقناة, بالأكيد لا تنسى تعمل سبسكرايب. سلامات, نلتقى بحلقة جديدة.